السلام عليكم ورحمة الله. أرسل الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم هدى ورحمة للعالمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الخلق غاية الحرص، مجتهدا غاية الاجتهاد في هدايتهم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفرح بشيء كما يفرح بهداية إنسان إلى الحق، وكان يغرق في الحزن إذا لم يهتدوا. فأنزل الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. معنى اشترى في اللغة استبدل شيء بشيء آخر، فالمنافق والمرتد عن الإسلام والكافر ترك الحق الواضح واختار بدلا منه الضلال والكفر، وزهدوا أشد الزهد في الإيمان ورغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن. فلما فعلوا ذلك هانوا على الله وسقطوا من عينه. فالمنافق لن يضر الله شيئا بنفاقه، والمرتد عن الإسلام لن يضر الله شيئا بارتداده عن الإسلام، والكافر لن يضر الله شيئا بكفره، بل إن ضرر فعلهم يعود على أنفسهم بفوات الإيمان في الدنيا وحصول العذاب الأليم في الآخرة. وتأمل معي أخي الكريم في قوله تعالى: ولهم عذاب أليم. فمن أقر بأن ذاك العذاب عذاب أليم هو الحق سبحانه وتعالى، فذاك العذاب عذاب أليم غاية الألم، شديد وموجع. نسأل الله العافية والسلامة. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم.